يقول: هل هناك اتصال حقيقة للإنس بالجن؟ وهل صحيح ما يقال بأن هذا الشخص لمسه جن فأصبح هذا الجني يتكلم على لسانه أم لا؟ نعم، ثابت أن الجن يصرعون الإنس ويصيبونه، والله تعالى يقول: المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه، وذلك أن المرابي والعياذ بالله يتضخم بطنه، فإذا أراد القيام فإنه يسقط، وكلما أراد القيام يسقط فضيحة له بين الخلق، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين. هذا دليل على إصابة الجن للإنس، وهذا شيء ثابت ومعروف تجربة والحس، أن الجن يخالطون الإنسية ويخبرونه ويصيبونه، إما لأن الإنسية قد ضرهم وهم يريدون الانتقام منه، وإما لأنهم يعبثون به أو لغير ذلك من الأغراض التي يريدونها. الحاصل أن إصابة الجن للإنس بالصرع شيء ثابت، ويدل عليه القرآن، ويدل عليه واقع التجربة والمشاهدة، ولا ينكر هذا إلا جاهل. ما هي أفضل وسيلة للعلاج من هذا؟ أفضل وسيلة للعلاج من هذا قراءة القرآن على المصاب، قراءة القرآن الكريم ورقيته بالأدعية الواردة والآيات القرآنية، ويزول بإذن الله. ما يفعله بعض المشعوذين والدجالين في هذا الوقت من عمل مدعين في ذلك أنهم يخرجون هذا الجني من جسد الإنسان، ما أدري ما نوع العمل الذي يعملونه. يعملون عدة أعمال، قد أيضا يوصفون له بعض الأدوية وبعض المشروبات وبعض الأصل في هذا أنه محرم، لا يجوز العلاج بمثل هذه الأمور إلا بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية وغير ذلك. يعني بعض الأنواع قد يصل إلى ضرب نفس المريض المصاب ضربا موجعا. قضية الضرب قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة إذا تأكد أن هذا الشخص فيه مس من الجن، يتأكد هذا وثبت أنه مصروع وأن الذي لابسه من الجن فلا بأس بالضرب، والضرب لا يقع على بدن الإنس وإنما يقع على الجن إذا كان متأكدا من وجود الجن. إذا كان متأكدا وجوده ومسه للإنس فإن الضرب لا يقع على الإنس ولا يحس به، وإنما يقع على بدن الجن. ولذلك إذا أفاق وذهب عنه ما يكون للضرب أثر في بدنه ولا يحس بهذا.